من جانب لاعبو القادسية أكدوا بأنهم بالتأكيد يبحثون عن هذه يبحثون عن نقاط المباراة الثلاثة الحاج بوقاش ومنصور النجعي وطلال الشمال يتحدثون للملعب. الحمد لله استعداد لك على الشباب في جدية تامة والحمد لله نحضر في مباراة الأنصار. ندري أن مباراة الأنصار مو سهلة، صح أنه هو الأخير في الترتيب بس تكون مقابلة صعبة وهي أصعب يعني يكون أصعب مقابلة في الدوري للفريق القادسي. بالنسبة لمباراتنا واستعداداتنا يعني استعدادنا زي استعداد أي مباراة في الدوري. مباراة الأنصار يعني حتكون يعني صعبة بالنسبة لنا يعني أكثر من الأنصار. الأنصار حيلعب بدون ضغوط بدون أي شيء. مباراة الأنصار يعني مباراة مهمة. أنا مباراة الأنصار مثل باقي المباريات، ما قلنا فريق الأنصار يعني فريق باخر ترتيب وهذا، لا والله أنا عندي وجهة نظر إنها أصعب مباراة يعني في مباراة الأنصار. مهم ثلاث نقاط، أهم ثلاث نقاط لنا، يعني إذا خذنا ثلاث نقاط إن شاء الله راح نكون يعني لقدام إن شاء الله نكون أحسن ومرتاحين يعني أكثر من الأيام يعني اللي طافت وكذا. الحمد لله إن شاء الله يعني الشباب يدوا اللي عليهم في الملعب والله كريم إن شاء الله.